بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من رغب عن المدينة. حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة، من قبيلة مزينة، يريدان المدينة، ينعقان أي يصيحان بغنمهما فيجدانها وحشًا، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرّا على وجوههما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تتركون المدينة على خير ما كانت. أخبر صلى الله عليه وسلم أن الناس يتركون المدينة لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة، يريدان المدينة، ينعقان يصيحان بغنمهما فيجدانها وحشًا، يعني كلها وحوش، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرّا على وجوههما. فينبغي عدم ترك المدينة لغير عذر. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي القوم، فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال أبو عبيد رحمه الله: يبسون معناه يسوقون دوابهم، يبسون أي يسوقون دوابهم. قال أبو عبيد: معناه يسوقون دوابهم. فينبغي عدم ترك المدينة، فهي خير لهم لو كانوا يعلمون. باب الإيمان يأرز إلى المدينة. قال الحافظ رحمه الله: ومعناه ينضم ويجتمع. يأرز إلى المدينة أي ينضم ويجتمع. حدثنا إبراهيم ابن المنذر، حدثنا أنس بن عياض قال: حدثني عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية
إلى جحرها. معناه ينضم ويجتمع. إن الإيمان ليأرز أي ينضم ويجتمع إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. اللهم ثبِّتنا على الإيمان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. باب إثم من كاد أهل المدينة، يعني كادهم بسوء. حدثنا حسين بن حريث، أخبرنا الفضل عن جعيد عن عائشة هي بنت سعد قالت: سمعت سعدًا رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء. الذي يريد أهل المدينة بسوء يذوب كما يذوب الملح في الماء. قال الحافظ: أي أراد أهلها سوءًا. كاد أي أراد بأهلها سوءًا. من أراد بأهل المدينة سوءًا يذوب كما يذوب الملح في الماء. باب آطام المدينة. قال الحافظ: وهي الحصون التي تبنى بالحجارة. الأطم الحصن التي تبنى بالحجارة. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا ابن شهاب قال: أخبرني عروة: سمعت أسامة رضي الله عنه قال: أشرف النبي، أي اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أطم أي حصن من آطام المدينة، فقال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. تابعه معمر وسليمان بن كثير عن الزهري. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهذا من علامات النبوة لإخباره بما سيكون، وقد ظهر مصداق ذلك من قتل عثمان رضي الله عنه، قتل ظلماً وهلم جرا، ولا سيما يوم الحرة فتنة وقعت. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. باب لا يدخل الدجال المدينة. الدجال لا يمكن أن يدخل المدينة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان، يعني يحرسان المدينة. فالمسيح الدجال لا يدخل المدينة. اللهم أعذنا من جميع الفتن ومن فتنة المسيح الدجال، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن نعيم ابن عبد الله المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة عليهم السلام، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. مداخل المدينة عليها ملائكة عليهم السلام، لا يدخلها الطاعون، مرض الطاعون ولا الدجال. الحمد لله. حدثنا إبراهيم المنذر، حدثنا الوليد، حدثنا أبو عمرو، حدثنا إسحاق، حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة. ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة. ليس له من نقابها أي مداخلها نقب إلا عليه الملائكة عليهم السلام، صافين يحرسونها،
ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج الله كل كافر ومنافق والعياذ بالله. ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها أي المداخل نقب إلا عليه الملائكة عليهم السلام صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق والعياذ بالله. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً طويلاً عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة أي المداخل، وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة بعض السباخ التي بالمدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا، فيقتله ثم يحييه، الله يحييه فتنة، فيقول حين يحييه والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم، فيقول الدجال أقتله فلا أسلط عليه، أي لا يقدر أن يقتله مرة أخرى. باب المدينة تنفي الخبث أي تخرج الخبيث. حدثنا عمرو بن عباس، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه جاء أعرابي من أهل البادية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، فجاء من الغد محموماً أي أصابته السخونة، فقال أقلني يعني رد لي بيعتي، فأبى ثلاث مرار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. الكير هو قربة ينفخها الذي ينظف الحديد، فالكير إذا نفخ ينظف، فهكذا المدينة تنفي خبثها وينصع طيبها. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس من أصحابه، فقالت فرقة نقتلهم أي هؤلاء الذين رجعوا، وقالت فرقة لا نقتلهم، فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها المدينة تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد. باب حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي سمعت يونس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. تابعه عثمان بن عمر عن يونس. حدثنا قتيبة، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، يعني جعلها تسرع، وإن كان على دابة حركها من حبها أي من حب المدينة صلى الله عليه وسلم. باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة.
يعني أن تكون خالية من الناس. حدثنا ابن سلام، أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، يعني تكون خالية، وقال: يا بني سلمة، ألا تحتسبون آثاركم، يعني مشيكم إلى المسجد، فكل خطوة يؤتجرون بها. فأقاموا، أي سمعوا إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم فبقوا في أماكنهم. باب. حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله بن عمر قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي صلى الله عليه وسلم. فالمكان الذي بين حجرة عائشة أم المؤمنين وبين المنبر فيه أجر عظيم، روضة من رياض الجنة، ومنبره صلى الله عليه وسلم على حوضه. اللهم اسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، أن لما هاجر إلى المدينة وعك، أي أصابته الحمى، أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. فكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال رضي الله عنه إذا أقلع عنه الحمى، يعني إذا ذهبت الحمى، يرفع عقيرته، أي صوته، يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، يعني يتمنى مكة، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل، أن يتمنى مكة رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف، هؤلاء من رؤساء المشركين، كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. كان بالمدينة وباء، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم فنقل الوباء إلى الجحفة، لأنها كان فيها اليهود. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا، وصححها لنا، وانقل حماها إلى الجحفة. قالت: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله، فكان بطحان يجري نجلا، تعني ماء آجنا، أي ماء متغيرا. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل حماها إلى الجحفة، فاستجاب الله تعالى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فمدينة طاب. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي بلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال: اللهم ارزقني شهادة، اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. فاستجاب الله دعاء عمر رضي الله عنه، فطعن وهو يصلي بالناس في المسجد صلى الله رضي الله عنه. وقال ابن زريع عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أمه عن حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنهما قالت: سمعت عمر نحوه. وقال هشام عن زيد عن أبيه عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها
سمعت عمر رضي الله عنه يدعو: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. فاستجاب الله دعاءه، فطعن وهو يصلي بالناس رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان. اللهم بلغنا صيام رمضان وقيامه بالعفو والعافية والصحة والسلامة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام تدريب على مجاهدة النفس وعلى الصبر وعلى الطاعة. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيًا من أهل البادية جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، أن شعره منتشر، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس، إلا أن تطوع شيئًا. الفرض خمس صلوات، إلا أن تتطوع بالصلاة. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان، إلا أن تتطوع شيئًا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة. قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك بالحق، لا أتطوع شيئًا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئًا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. إذا حافظ على أركان الإسلام وآمن بالله فسيدخله الله الجنة. فعلينا أن نحافظ على أركان الإسلام وعلى الواجبات، ونحذر المعاصي والمحرمات. حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء، اليوم العاشر من المحرم، وقال: لئن عشت لأصومن التاسع. فينبغي أن يصوم التاسع والعاشر. صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، لأن ذلك اليوم الله تعالى أهلك فيه فرعون وجنوده، ونجى موسى عليه السلام وبني إسرائيل، فصامه شكرًا لله جل وعلا. فلما فُرِض رمضان ترك، وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه. فصوم عاشوراء مستحب، وأن يصوم التاسع والعاشر شكرًا لله عز وجل. باب فضل الصوم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، يعني وقاية من النار، ويعين على طاعة الله ومجاهدة النفس. الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل. الرفث والكلام المتعلق بالجماع. فالصائم لا يجامع زوجته، ويحذر ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم، أي لا أستطيع أن أواجهك مرتين، والذي نفسي بيده لا خلوف فم الصائم، أي تغير رائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح مسك، لأن ذلك نشأ عن طاعة الله عز وجل. لخلوف، أي تغير رائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي،
الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها، فلا يعلم ثواب الصيام إلا الله عز وجل. فالصائم أجره عظيم، وعليه أن يجتنب الرفث والشتم والسباب، ويصبر على طاعة الله عز وجل. باب الصوم كفارة، أي يكفر الله به الذنوب. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا جامع عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: من يحفظ حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة رضي الله عنه: أنا سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، يعني صغائر الذنوب يكفرها الله تعالى بالصلاة والصيام والصدقة. قال: ليس أسأل عن ذه. قال عمر رضي الله عنه: ليس أسأل عن ذه، أي عن هذه، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر، يعني الفتن العظام، نسأل الله السلام. قال: وإن دون ذلك بابا مغلقا، إن بين الفتن العظام وبين الناس باب مغلق. قال: وإن دون ذلك بابا مغلقا. قال: فيفتح أو يكسر؟ ذلك الباب يفتح أو يكسر؟ قال: يكسر. قال: ذاك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق: سله أكان عمر رضي الله عنه يعلم من الباب؟ فسأله فقال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة. والباب هو عمر رضي الله عنه. فلما قتل عمر كثرت الفتن رضي الله تعالى عنه. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا ذا الجلال والإكرام. فالصوم يكفر الله به الذنوب، وكذلك الصلاة، وكذلك العمل الصالح يكفر الله به صغائر الذنوب. قال الحافظ: ولمسلم رحمه الله من حديث أبي قتادة رضي الله عنه: إن صيام عرفة يكفر سنتين. صيام يوم عرفة لغير الحاج، أما الحاج يفطر يوم عرفة ويشتغل بالدعاء، وأما غير الحاج إذا صام يوم عرفة يكفر سنتين، يكفر صغائر الذنوب عن سنتين. وصيام عاشوراء يكفر سنة، يعني من صغائر الذنوب. باب الريان، باب الريان للصائمين. في الجنة باب يسمى الريان للصائمين. حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة باباً يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. هذا فضل الصيام. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثني معن قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين، يعني شيئين، في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة
دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي، يعني أفديك بأبي وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فعلينا أن نحافظ على الطاعات ونجتهد فيما يرضي الله. اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شرور أنفسنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين. باب الصلاة، باب الجهاد، باب الصدقة. هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ ومن رأى كله واسعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان، وقال: لا تقدموا رمضان، يعني بصوم يوم أو يومين. حدثنا قتيبة، حدثنا إسماعيل ابن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. اللهم بلغنا صيام رمضان وقيامه بالصحة والعافية والقبول والتوفيق، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فيجوز أن تقول رمضان أو تقول شهر رمضان، كله جائز. حدثني يحيى ابن بكير قال: حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، أي إذا رأيتم هلال رمضان فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، أي هلال شوال، فإن غم عليكم أي سحاب أو غيره فاقدروا له. وقال غيره عن الليث: حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان. فإذا كان هناك غيم يكمل 30. باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً، يعني خالصًا لوجه الله. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبعثون على نياتهم، الناس يبعثون على نياتهم. فعلى المسلم أن ينوي خيرًا، ينوي اللزوم لطاعة الله عز وجل. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم بلغنا صيام رمضان وليلة القدر بالصحة والعافية والقبول والتوفيق يا ذا الجلال والإكرام. وليلة القدر تطلب في الوتر من العشر الأواخر، ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29.
وأرجى ليلة ليلة 27. اللهم بلغنا وفقنا بالصحة والعافية والقبول والتوفيق. باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان، يعني يكثر من الصدقة. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن سعد، أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، أي حتى يخرج رمضان، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. فينبغي إكثار الصدقة والخير في رمضان. باب: من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. على الصائم أن يحذر المعاصي ويحذر الكذب ويحذر جميع ما يغضب الله. حدثنا آدم ابن أبي إياس، حدثنا ابن أبي ذيب، حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع يترك قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لا يجوز للمسلم أن يعصي الله ويكذب ويعمل المعاصي دائما، خصوصا في أيام الصيام. قال الحافظ: والمراد بقول الزور الكذب والجهل السفه والعمل به أي بمقتضاه. الزور الكذب والجهل السفه. باب: هل يقول إني صائم إذا شتم، إذا سبه أحد هل يقول إني صائم؟ يعني لا أستطيع أن أواجهك بالكلام الذي لا ينبغي. حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له، يعني بين الله ثوابه، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. أجر الصيام عظيم، والصيام جنة يعني وقاية من النار. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، أي لا يتكلم بما يتعلق بالجماع ولا يصخب. فإذا سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم، أي تغير رائحة فم الصائم، أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر، فرح بنعم الله، وإذا لقي ربه فرح بصومه. باب: الصوم لمن خاف على نفسه العزبة، الذي ليس عنده زوجة وخاف على نفسه فعليه بالصوم. فالصيام يكون سبباً لحفظك من الوقوع في الشر. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: بين أنا أمشي مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من استطاع الباءة، أي الجماع ولوازمه من النفقة والكسوة والسكن، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، أي يعين على حفظ البصر عن الحرام، وأحسن للفرج، ويسبب للحفظ عن الزنا. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. الوجاء هو رد عروق الخصية، فإن ذلك يضعف الشهوة. فكذلك الصيام
يكون سببًا للحفظ من الشر، وعلى المسلم أن يتجنب النظر في المجلات الخليعة والأفلام والصور وغير ذلك، لأن ذلك يدعو إلى الشر، وعليه بالصوم فإنه يعينه الله على حفظ نفسه من المحرمات. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. فصيام رمضان يكون برؤية الهلال. وقال الصلة عن عمار رضي الله عنه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يرى الهلال لا تصوم، فالصيام يكون بالرؤية. فيوم الثلاثين إذا ما رؤي الهلال فلا يصام. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم يعني بسحاب ونحوه فاقدروا له. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة، يعني تارة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم يعني بسحاب وغيره فأكملوا العدة 30. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن جبلة ابن سحيم قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة، يعني 29، تارة يكون 29 وتارة 30. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم يعني بسحاب ونحوه فأكملوا عدة شعبان 30. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله ابن صيفي عن عكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى أي حلف من نسائه شهرًا، فلما مضى 29 يوماً غدا أو راح فقيل له: إنك حلفت أن لا تدخل شهرًا، فقال: إن الشهر يكون 29 يوماً، تارة يكون 29 وتارة 30. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: آلى أي حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وكانت انفكت رجله يعني اوجى رجله يعني تألم، فأقام في مشربة غرفة 29 ليلة، ثم نزل فقالوا: يا رسول الله آليت شهرا؟ فقال: إن الشهر يكون 29، تارة 29 وتارة 30. باب شهرا عيد لا ينقصان. قال أبو عبد الله وهو البخاري رحمه الله قال إسحاق: وإن كان ناقصا فهو تمام، يعني وإن كان 29 فأجره تام. وقال محمد: لا يجتمعان كلاهما ناقص، بل قد يكون أحدهما ناقص 29 والثاني 30. حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال: سمعت إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني مسدد حدثنا معتمر عن خالد الحذاء قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجة. شهر رمضان لا ينقص، وشهر ذو الحجة لا ينقص، وإن نقص في العدد فالأجر كامل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقيل لا ينقصان معا، يعني كلاهما لا يكون ناقص، بل أحدهما ناقص والآخر تام. إن جاء إن جاء أحدهما 29 جاء الآخر 30 ولا بد. وقيل لا ينقصان في ثواب العمل فيهما، لا ينقصان، وإن كان 29 لا ينقصان في ثواب العمل فيهما، وهذان القولان مشهوران عن السلف. القول الأول: لا ينقصان معا، إذا نقص واحد فالآخر يكون كامل. والقول الثاني: لا ينقصان في ثواب العمل فيهما. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكتب ولا نحسب. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا الأسود بن قيس، حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. باب: لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، أي لا يجوز أن يصوم قبل رمضان يوم أو يومين على زعم أنه احتياط، هذا لا يجوز، بل الصوم للرؤية. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. إلا إذا كان إنسان عادته مثلا يصوم الاثنين والخميس، وكان آخر يوم اثنين وخميس، فيصوم بحسب العادة. وأما يتعمد يصوم قبل رمضان يوم أو يومين، هذا ممنوع. أما إذا كان له عادة يصوم الاثنين والخميس، فجاء ذاك اليوم يوم اثنين أو خميس، على حسب العادة يصوم. وأما يتعمد يصوم قبل رمضان يوم، هذا ممنوع. باب قول الله جل ذكره: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. الحمد لله. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءت امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه من الجوع، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. كان في أول الأمر إذا نام وقت الفطر ولم يفطر حرم عليه الطعام إلى الأمر إلى الليلة القادمة، ولكن الله عز وجل خفف عن عباده وأذن في الطعام الليل كله والجماع الليل كله.
فيحرم الأكل والشرب والجماع إذا طلع الفجر الثاني. باب قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، إن المراد به ضوء الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فيه عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا هشيم قال: أخبرني حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار، لأن الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى هنا، وأما قولهم من الفجر أخر الله نزول ذلك، فعملوا بظاهر الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ما نزل من الفجر، تأخر الله ذلك. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بذلك هو الخيط الأسود سواد الليل، والخيط الأبيض ضوء الفجر. حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه حدثني سعيد بن أبي مريم، حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال: حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار، سواد الليل وضوء الفجر. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، يعني الأذان الفجر الأول، فالأذان الفجر الأول لا يجوز لمن أراد الصيام أن يأكل ويشرب لأنه لم يطلع الفجر، فإذا أذن أذان الفجر يحرم الطعام لمن أراد الصيام. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما والقاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن بلالاً رضي الله عنه كان يؤذن بليل الأذان الأول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا، أي من أراد الصيام، حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى هذا وينزل ذا، يعني وقت قليل بين الأذانين. باب تعجيل السحور. حدثنا محمد بن عبيد الله، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر، يعني أكل طعام السحور في أهلي، ثم تكون سرعتي أن أدرك السحور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة تأخير السحور قبل الفجر بساعة أو بنصف ساعة، هذا هو السنة. بعض الناس ساعة 12 يتعشى وينام ما يدري متى الفجر ومتى السحور، فإذا جاء العصر يحس بالجوع ويصيح ويضرب والعياذ بالله. فالسنة تأخير السحور قبل الفجر بقليل، قبل الفجر بساعة أو بنصف ساعة، فيبقى أثر الطعام
إلى الليل، فاتباع السنة كله خير. باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية، قدر قراءة 50 آية. فالسنة تأخير السحور قبل الفجر بساعة أو بنصف ساعة. باب بركة السحور من غير إيجاب، يعني طعام السحور الله يجعل فيه بركة معونة على الطعام.